أسكر. السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ انا النهارده هعرفكم على البور بويل والمزرعه بتاعتنا والشباب اللي موجودين فيها. اهلا بكم. حاليا هنسمح للاشبال اللي هم الست شهور ان هم هيتمشى فيها ما بين المزارع وما بين الجبال. اوكي يلا يا خليل افتح وادخل انت جوه. ما تنسوش تقولوا ما شاء الله. يلا بينا يلا بينا يلا شباب اسرع اسرع. اسكر. يلا هنا. هنتحرك دلوقتي ونطلع على الجبل. هنتمشى في وسط المزارع وفي وسط الرملة مع القطيع بتاع الكلاب بتاعنا. عندنا في كلبين، الكلبين رجعوا للمزرعة لما حسوا ان احنا خارجين في مارش طويل الام، فرجعوا للمكان اللي هم بيطمنوا له. هنرجع نجيبهم ونرجع لكم تاني. ايه مالناش دعوه. شكرا يا مولي. يلا زوم. واج. بوي. بيبا. ماليش دعوة يا جيبة لك. بيفا. بس يا بنت. ديفا بتلعبهم كلهم دلوقتي، هي اللي بتجري وبتقود كل اولادها. وانزو وديفا. أشطر شاطرين. يلا بينا عشان نلحق نطلع الجبل. يلا أشطر. يلا أسرع. إيه قلنا إيه؟ يلا يا ولد. يلا يا بنت. قلت لا. يلا أشطر أشطر. بوي. ديفا ديفا. احنا في الصحراء دلوقتي، بس يعني للأسف الدنيا بقى ضلمت علينا بسبب الاثنين اللي اتأخروا،
وادينا بنحاول نمشيهم في وسط الضلمه، وان شاء الله المره الجايه نوريكم في النور الشكل هيبقى عامل ازاي. واتشرفت بيكم، شكرا. انزو ليفا يلا بينا بسرعه. اشطار يلا